iOS Apple للمكفوفين. iOS Apple. Share, subscribe, like. السلام عليكم، تحياتي للجميع. معكم أسامة فتحي من مجموعة iOS Apple للمكفوفين. النهاردة نجاوب على سؤال ازاي اغير اسمي على الفيسبوك. هتروح مع بعض على الفيسبوك، يوتيوب، فيسبوك، مشط، فيسبوك، فيسبوك، صورة تولي الملف الشخصي، ست قائمة فيسبوك، لا متبوي، ستة من ستة. منها على قائمة فيسبوك، القائمة، عنوان، تسجيل، بحث عن شبكة، أحدث نشاط الإعلان، طلبات الأجهزة، الأعدادات والأعدادات، سر، الأعدادات والخصوصية، سر. هنلاقي الأعدادات والخصوصية وهنخش منها الأعدادات، سر. منها اوريدي على الاعدادات، الملف الشخصي وصفحات، الملف الشخصي وصفحات، سر، المعلومات الشخصيه ومعلومات الحساب، سر. هنلاقي معلومات الشخصيه ومعلومات الحساب، هتبقى هي تاني اختيارات. الحساب يرجى تحديث معلوماتك للحفاظ على امان المعلومات الشخصيه ومعلومات الحساب، سر. هندخل عليها، المعلومات، عوده، سر، المعلومات الشخصيه، الاسم، عاصمة فاتي، سر. هيقول لنا الاسم كذا، هنضغط عليه، الاسم، عوده، سر، الاسم، عنوان، الاسم، مستوى العنوان ثلاثة، الاسم الأول، عاصمة، حقل النص. هنا يقول لنا الاسم وحقل النص، هنضغط عليها، 6-28 عنصر الشريط، الحالة، في حالة تغيير اسمك على فيسبوك لا يمكنك تغييره مرة أخرى. هنحذف اللي مكتوب وهنكتب الاسم الجديد اللي احنا عايزين نكتبه. هيجيب لنا هو تنبيه، حقل النص، أنا ما كتبتش وما غيرتش، بس هوريكوا ازاي بالظبط. اسم العائلة، فافي، حقل النص، يرجى ملاحظة ما يلي. هو بيدينا التنبيه تحت لوحده، في حاله تغيير اسمك على فيسبوك لا يمكنك تغييره مره اخرى لمده 60 يوما، احرص على عدم اضافه احرف بجديه كبيره او علامات ترقيم، تعرفي على المزيد، رابط. طبعا هو بيقول لنا لو غيرته مش هتقدر تغيره تاني في خلال شهرين. نقطه، اسم مكتوب بلغه معينه، بنقدر نضيف اسم بلغه تانية، اضافه او تغيير اسم مكتوب بلغه معينه، رابط. مراجعه التغيير، سر. هنا بنلاقي مراجعه التغيير. طب انا كتبت مثلا الاسم الاول، الاسم الاوسط، الاسم الاخير، هلاقي تحت خالص مراجعة التغيير، هضغط عليها، مراجعة التغيير، عودة، سر. طبعا هو مش هيغير على طول، هو هيديني تنبيه، معاينة اسمك الجديد، عنوان، معاينة اسمك الجديد، مستوى العنوان ثلاثة، اختر كيفية ظهور اسمك على ملفك الشخصي، عاصمة فافي، بداية الشكل، عاصمة فافي، سر الراديو، فافي عاصمة. طبعا بيديني أسماء مقترحة، فافي عاصمة، سر الراديو، تم إلغاء التحديد، لحفظ هذا الإعداد يرجى إدخال كلمة سر فيسبوك. هنا بيقول لحفظ هذا الإعداد يرجى إدخال كلمة سر فيسبوك، وطبعا حبل نصي مؤمنا، جايب لي حقل النص ان انا اكتبه، حفظ التغييرات، سر. بعد ما اكتبه هضغط على حفظ التغييرات، بس كده انا غيرت اسمي على الفيسبوك. طبعا انا هدوس الغاء، الغاء، سر، النهاية الرئيسية، الغاء، عودة، سر، 36 دقيقة، ستار بطن. لو عجبكم اسلوبنا المختصر في الشرح يا ريت تعملوا اعجاب وتشتركوا في قناة iOS للمكفوفين. تحياتي.